كل الأسالي، الأساليب من البروباغندا إلى التنافس الاقتصادي إلى الدبلوماسية كلها متاحة لإنهاء شواغل تلك الدولة ولكن الحرب ليست مشروعة وال وان هؤلاء قد شنوا حربا منتهكين الاتفاقيات وقاموا بالهجوم على واجتياح دوله مجاوره لكي ينفذوا سياسه خارجيه عرفوا انه لا يمكن ان تنفذ الا من خلال الحرب وهذا ما نطالب اليوم بالتحقيق فيه في هذا هذا هو البيان الافتتاحي الذي أد أدلي أمام المحكمة الدولية في الواحد والعشرين من نوفمبر 1945 في قصر العدل في نورنبرغ. القاضي روبرت جاكسون هو من تلا هذا البيان وهو كان يترأس المحكمة حينها. وهذه الكلمات نفسها نوجهها اليوم إلى السيد بوتين وللسيد شويغو. والسيد لافروف والسيد فالودين والسيده ماتريينكو وعشرات الاخرين ولكننا لا نوجهها الى المواطنين الروس اولئك المواطنين الروس الذين حاولوا ان يصونوا كرامتهم على مدى اسبوع حارب الاوكرانيون تحت القصف والقذائف والصواريخ حاربوا في وجه الدبابات وجحافل الاعداء الذين حضروا الى ارض اوكرانيا ليس فقط ليقتلونا وليس فقط ليقوضوا قضيتنا واولوياتنا بل حضروا كذلك ليحرموا اوكرانيا من حق الوجود وجاءوا لكي يحلوا المساله الاوكرانيه كما يسمونها وكما يدعون في حملاتهم التضليليه فلنتوقف لبرهه ولنفكر اذا ما كانت هذه الكلمات تذكركم بشيء نعم منذ اكثر من ثمانين عاما حاول ديكتاتور اخر ان يحل مساله شعب اخر ولكنه فشل عندما رد العالم بشكل حازم وحاسم حصل ذلك فورا والتأخير الذي حصل قد أدى إلى مقتل الآلاف فهل نحن مستعدون لكي ندفع هذا الثمن اليوم أم أن الوقت قد حان لكي نبدي وحدتنا حول هدف واحد؟ نحن نثمن كل مظاهر التعاضد والتضامن مع اوكرانيا، وأود أن أعرب عن امتناني لكافة الدول الأعضاء التي دعمت الأوكرانيين في نضالهم من أجل الحرية، والشكر موصول إلى الدول الأعضاء التي الذين آآ آآ التي تستضيف اللاجئين الأوكرانيين لا سيما النساء والأطفال الذين هربوا من القذائف والصواريخ الروسية. لن اتلو عليكم وقائع الجرائم بحق الانسانيه التي يقترفها الجيش الروسي منذ بيان الاخير الذي ادليت به منذ يومين القائمه طويله بحيث ان الوقت المتاح لن يكفي لسردها كلها هذه الجرائم هي من الوحشيه بحيث يصعب علينا فهمها او استيعابها أمام مقاومة شعب أوكرانيا عمد الرئيس بوتين إلى استخدام أسلحة مثل مطلقات الصواريخ المتعددة والصواريخ الجوية ضد المدنيين الأوكرانيون يقتلون بالقذائف الباليستية الروسية والأسلحة الحرارية البارحه كيف وماريو بول وميريتو بول ومدن وبلدات اخرى كثيره تعرضت للقصف العنيف الذي قتل عشرات الابرياء بمن فيهم الاطفال وتأسف أوكرانيا لكون طالب من الهند سقط كذلك ضحية قصف القوات الروسية على خركيف ونتقدم بالتعازي من الهند ومن أسرة الضحية مواطن صيني قد أصيب كذلك في مدينة أوكرانية أخرى بسبب الاعتداءات الروسية الفتاكة والمواطنو أوكرانيا والمقيمون فيها أصبحوا لرهائن في ظل الاعتداء الروسي على أوكرانيا في كيف أن القتلة الروس قد ضربوا برج الإرسال وقتلوا الموظفين وأحد الصواريخ سقط على موقع تذكري الإبادة الجماعية وهو موقع مقدس يستذكر فيه اليهود الأوكرانيون الجرائم التي ارتكبها النازيون بحقهم خلال الحرب العالمية الثانية. ومن المفارقه ان نرى ان ضحايا النازيين أن ضحايا النازيه يقتلون للمره الثانيه من قبل اتباع النيونازيه وكما طلب الرئيس او كما سأل رئيس اوكرانيا ما الهدف من تكرار شعار اننا لن نكرر ذلك ابدا بعد كل هذه السنوات فمن الواضح ان هدف روسيا لا يقتصر على الاحتلال بل انها تهدف ايضا الى الاباده الجماعيه في السابع والثامن من اذار مارس سوف تعقد المحكمه الدوليه جلسات للتحقيق في ادعاءات الاباده الجماعيه وهذه القضيه التي رفعتها اوكرانيا على الاتحاد الروسي وكذلك ان الادعاء في المحكمه الجنائيه الدوليه قد قرر ان يفتح تحقيقا رسميا في الوضع في اوكرانيا وان التصعيد غير المبرر والاعتداء الروسي ضد اوكرانيا يجعلنا نعتقد ان الجرائم هذه تدخل ضمن ولايه محكمه الجنائيه الدوليه ويستمر اقترافها على اراضي اوكرانيا بالاضافه الى الوضع في القرم ودونباس الاحداث الاخيره تبين ان الجيوش المعتديه تستمر في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه حضره الزملاء اذا ما راقبنا اراقه الدماء في اوكرانيا قد يقول البعض الحرب هذه ليست حربنا ولكنه مخطئ في قوله ذلك لان المعتدي لن يتوقف واذا غضينا الطرف سوف يستمر في التقدم والتوسع وان مشروع القرار هذا هو من الاسس التي تسمح ببناء جدار لوقفه ولكي لا نسمح له بان يمضي فيما يقوم به هذا الجدار هو الذي سوف يحميكم جميعا ولاسيما الاجيال الشابه حضره المندوبين الموقرين من خلال التصويت اليوم لمصلحه مشروع القرار هذا تعيدون التاكيد على التزام بلدانكم بميثاق الامم المتحده بعد التصويت ادعوكم سعاده السفراء والمندوبين الى ان تمروا الى القاعه الاندونيسيه وان توقعوا على هذا الكتيب الازرق الصغير هو ربما صغير بحجمه ولكن كبير بتاثيره وكل من يصوت لمصلحه مشروع القرار وكل توقيع لبلد صوت لمصلحه مشروع القرار هذا سيمثل اعاده تاكيد تاريخيه لهذا الميثاق وتثبيت للتاريخ من السهل ان نوقع على الميثاق خلال فترات السلم ولكن من واجبنا ان نوقع ونعيد تثبيت الميثاق في زمن الحرب لذلك ادعوكم الى ان تمروا الى القاعه الاندونيسيه وان تدونوا اسم بلدكم ان كنتم صوتتم لصالح مشروع القرار وبعد التوقيع على هذا الكتيب سوف اسلمه الى الامين العام لكي يضعه امامه في مكتبه بحيث انه كلما وقع نظره عليه سيستلهمه ويستلهم كون السواد الأعظم من البلدان ما زال يؤمن بالأمم المتحدة وما زال يؤمن بميثاق الأمم المتحدة وأود أن أذكر أن سمت رجل مسن ولد على اراض كانت جزءا من مملكه اندورا وسوف يحتفل بعيده المائه واثنين بعد تسعه ايام يدعى بنجامين فارنز بنجامين فيرنس كان محققا في جرائم الحرب وكان رئيس النيابة العامة في إحدى المحاكمات الاثنى عشر في إطار نورنبرغ وبعد ذلك تحول إلى مناصر ل